بكم. يوما بيوم نتابع معكم أبرز ما تم طرحه في مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يطلق عليه العالم الافتراضي لعرضه في تفاعلكم. ونبدأ اليوم من مصر، فلأنه عاش في وجدان كثير من العرب بأعماله الناجحة، فقد أثار خبر وفاة الفنان المصري حسن مصطفى حزنا كبيرا. عبد العزيز العبدان وضع صورة له مع الفنان الراحل قبل شهر كاتبا عليها رمضان السكري، وهو اسم شخصية حسن مصطفى في مسرحية العيال كبرت. كثيرون كرفيق كتبوا تعازيهم في الفنان الراحل مثمنين إبداعه الفني. أما إنجي فغردت أنها تحفظ أعماله وأرفقت تغريدتها بهذا الفيديو. أنت ناصر؟ أيوة أنا ناصر. أنا الوزير يا ناصر. صباح الوزير يا سعادة الخير. صباح الخير يا سعادة الوزير. أنا الوزير يا أخوي. صباح الخير يا فندم. أنا أدخل حاجة في الوزارة يا ناصر. بسم الله ما شاء الله يا فندم. إيه يا ناصر الحركات القرعة بتاعتك دي؟ قرعة؟ إيه التقارير اللي زي الزفت اللي عليك دي يا عبد المعطي؟ ليه يا فندم؟ مكتوب في التقارير؟ أي إنك أنت بتأجر المدرسة شقة مفروشة يا عبد المعطي. أيوة يا فندم، المساعد على حل أزمة المساكن يا فندم. أنت مالك أنت ومساكن؟ عليا النعمة من نعمة ربي يا عبد المعطي. عليا النعمة من نعمة ربي إن ارتجعت على الأفعال اللي بتعملها لعالم عليك الوزارة. كل ساعة وأنت يا عبد المعطي عمل ناصر مدرسة الأخيرة يا حبيبي. عبد المعطي سوى ناصر مدرسة الأخيرة يا حبيبي. مش عارف إيه ما مش عارف يا حبيبي. وبعد فوز المنتخب العلمي السعودي بخمس جوائز كبرى وجائزتين خاصتين في مسابقة انتل، انطلق هاشتاج يدعو لاستقبال المنتخب الوطني للعلوم في المطار. الاحتفالات بدأت قبل وصولهم للسعودية، ففي مطار نيويورك استقبل موظفو الخطوط السعودية المنتخب العلمي بالورود، كما نقلوهم من الدرجة السياحية إلى الأولى ورجال الأعمال. أما في الرياض فعائلاتهم والجمهور لبوا نداء الهاشتاج، ومن أبرز الداعمين الفنان الكوميدي فهد البتيري الذي شارك مع زوجته في مطار الملك خالد بالرياض. كنا قد عرضنا لكم مقطع فيديو من المشاجرة التي عرفت بهوشة مجمع الراشد، والتي تحرش فيها شابين بفتاتين ثم خرجت الأمور عن السيطرة، وكانت الشرطة أوقفت الشابين، إلا أن مصدر أمني أوضح أنه تتم الآن ملاحقة كل من صور المقطع كون ذلك مخالفا للأنظمة ويعرضهم للعقوبة. غضب واسع من عنوان صحيفة بيروزي الإيرانية ذبح الهلال الليلة حلال، تعليقا على مواجهة الهلال مع نادي بيروزي في إيران. المغردون عبروا عن استيائهم من العنوان ودعمهم للهلال، وذلك في هاشتاج ذبح فريق الهلال الليلة حلال، ليصبح واحدا من أكثر الهاشتاجات المتداولة عالميا. البعض عبر عن قلقه من اللعب في إيران بعد هذا العنوان التحريضي، وكثيرون سارعوا للتعبير عن دعمهم للهلال، حتى من يشجعون أو من يشجعون فرقا سعودية أخرى. ونختم بهذا المقطع الطريف من برنامج في قناة الشاهد الكويتية، فبعد أن اتصل فريق البرنامج على مدير مستشفى الصباح لأخذ مداخلة هاتفية معه، لم ينتبه مدير المستشفى أنه أصبح على الهواء. نتابع. معنا الدكتور عباس رمضان مدير مستشفى الصباح. دكتور مساء الخير. دكتور مساء الخير. دكتور انت على الهواء. واحد يا دكتور. يلا بالعافية في كل الأحوال. على العموم مشاهدينا، هاشتاج تفاعلكم الظاهر أمامكم أسفل الشاشة يستقبل كل ما تجدونه مناسبا للعرض في هذه الفقرة. شكرا لمتابعتكم، ونعود ونلقاكم في نشرات لاحقة.